بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ازدهرت في القرن الثالث الهجري علوم الحديث الشريف، وتطورت بصورة كبيرة وبصورة باهرة، وظهر في القرن الثالث التصانيف والتآليف المهمة جدا في الحديث الشريف وفي علوم الحديث الشريف، وعلى رأس يعني هذه التصانيف والكتب الكتب الستة: صحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الإمام الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. من يعني دي أشهر الكتب اللي هي المعروفة بالكتب الستة، واللي هي جمعت أصول الدين أو أصول الإسلام وفروعه. وأحب أن أنا أؤكد على مسألة مهمة، وهي إن هذا الازدهار في علوم السنة في القرن الثالث الهجري ما كانش وليد اللحظة، عشان الناس اللي بتتكلم أو بتقع أو بالحديث اللي يشوب كثير من الجهل عن إن السنة لم يعرفها أحد إلا لم تدون إلا في القرن الثالث، كل ده كلام مش مظبوط، لأنه هذه الكتب حتى الكتب الشهيرة الكتب الستة قامت أو قام هذا الجهد الخاص بالعلماء على جهود سابقة قبل كل جيل فيها في خدمة الحديث الشريف وعلومه بلاء حسن. وبرضو إذا احنا بصينا على رحلة تدوين الحديث الشريف هنشوف إنها مرت بالعديد من المراحل. يعني مثلا في العهد النبوي الكريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث الشريف في بداية الأمر، مع الإذن بحفظ الحديث والتحديث بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو وارد في حديث أبي سعيد الخدري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني، يعني قولوا الحديث وروه السنن اروها عني، وحدثوا عني ولا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا سعيد الخدري عن كتابة الحديث الشريف، وأذن لغيره في وقت آخر في كتابة الحديث الشريف، زي ما أذن لأبي هريرة عن كتابة خطبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي النبي قالها عام فتح مكة، حين قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل منهم قتلوه، وطلب رجل من أهل اليمن من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو عجب هذا الرجل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، فطلب هذا الرجل الذي هو من أهل اليمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له الخطبة، يعني طلب منه أنه النبي يأمر الذي يكتب أو الكتب منهم بأنه يكتب لهذا الرجل الذي هو من أهل اليمن هذه الخطبة، لأن هذا الرجل اليمني رأى أن فيها ضررا وفوائد عظيمة. وبالفعل أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكتابتها لهذا الرجل الذي هو من أهل اليمن. عشان كده فسر بعض العلماء هذا الأمر كالتالي، يعني النبي نهى في وقت وبعدين أذن في وقت آخر، نهى عن كتابة وتدوين الحديث في وقت لكنه أذن بعد ذلك. طيب، يبقى أنه العلماء قالوا أنه نهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث ده كان وقت نزول القرآن الكريم، فنهى خشية التباس كتابة القرآن الكريم بكتابة الحديث، عشان كده أذن صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بكتابة الحديث الشريف، زي إذنه لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وكمان إذن لسيدنا أنس ابن مالك وسمرة ابن جندب،
صلى الله عليه وسلم أذن لهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم، وأبى صلى الله عليه وسلم إنه يأذن لبعضه. فهم الصحابة الكرام هذا التوجيه النبوي الكريم اللي يعني حطوا أو وضعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر حتى لا يلتبس القرآن الكريم بالحديث الشريف في التدوين، وده منهج ضبط النبي حطه، منهج ضبط في العمل التدويني للقرآن الكريم. يبقى كما فسر العلماء ان ده كان النهي وقت نزول القرآن عشان ما يحصلش نوع من اللبس في كتابة النصين، وفهم الصحابة ذلك الأمر، لأنه انت هتلاقي وشفنا ان هناك صحف للصحابة مدون فيها ما كتبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن النبوة. يعني النهي عن كتابة الحديث كانت عشان وقت نزول القرآن، وللعلماء كلام كثير وكبير في هذه المسألة، فلم يكن هذا النهي أبدي، إنما كان وقت نزول القرآن عشان ما يلتبس الاثنين ببعض. ولذلك فهم الصحابة الكرام هذا المعنى جيدا، ووجدنا إن في صحف للصحابة مكتوب فيها. وحتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا إنه عمد بعض الصحابة مبكرا إلى تدوين الحديث والتجميع بتاعه، لأنه كان موجود، كان محفوظ في الصدور وفي السطور، لكن سعى بعض الصحابة الكرام إلى جمع الحديث الشريف اللي يعني اجتهدوا في ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. زي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان بيدور على الصحابة ليسألهم ويكتب ما يحدثونه به من أحاديث سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فاتته هو ما كانش يسمع، فبقى يدور على الصحابة اللي عندهم هذه الأحاديث التي لم يسمعها وسمعوها هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدونها ويجمعها. والحقيقة إنه ما مضاش وقت كتير، يعني بعد وفاة سيدنا رسول الله وكان الصحابة وبعد كده الموجودين بيخدموا الحديث، ما فاتش وقت كتير حتى اعتنى كذلك التابعون، ده الجيل، هذا الجيل العظيم كذلك اعتنوا بجمع الحديث وكتابة الحديث مما كان محفوظا في الصدور والسطور. وكذلك اهتم الخلفاء والأمراء الأمويون على المستوى الرسمي أنه يبقى عمل للدولة ساعتها أو للخلافة ساعتها، يبقى هذا العمل عمل رسمي بجمع الحديث النبوي الشريف. مش معنى أنه كانوا بيجمعوا أنه الحديث ده ما كانش موجود وهم أوجدوه زي ما دول بيقولوا، لا، الحديث كان موجود في صحف وموجود في محفوظ الصحابة، سواء المكتوب أو المحفوظ، واللي كاتب في الرقاع واللي كاتب في الصحف. فالعمل إن احنا نجمع ده يكون فيه كتاب، اللي أطلق هذه الدعوة كما رأينا من الأمر الذي صدر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بالتدوين الرسمي للسنة، يبقى عمل تقوم به في وقتها ساعتها الخلافة. فكان التكليف زي ما شفنا لبعض علماء المسلمين زي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الحديث جمعا رسميا. كل ده انت بتمر، احنا بنمر بقضية التدوين منذ زمن النبوة حتى القرن الثالث الهجري. فقام التابعون، وقلنا من هم التابعون، التابعين دول اللي هم الجيل من المسلمين اللي شافوا صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شافوش سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام العلماء من التابعين الكرام وتابعي التابعين بالعناية بالحديث الشريف وتنقية الحديث الشريف مما أصابه من وضع الوضعين الكذابين اللي كانوا بينسبوا أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إزاي يعني كانوا بينسبوا أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن في الوقت ده كان في هناك صراعات سياسية، وكان في خلافات سياسية وفكرية ومذهبية أدت إلى أن كل فريق عايز ينتصر لنفسه، ففي وضعين، في كذابين مش من أهل العلم، فكانوا بيسعوا عشان يضعوا الأحاديث لنصرة الفكرة السياسية الخاصة بهم وهكذا.
فمن هنا اشتد هذا الجيل من التابعين بأن هم بدأوا يعتنوا بحفظ الحديث الشريف وتتبع الأسانيد. يعني إيه تتبع الأسانيد؟ يعني مثلا إحنا بنقول فلان روى عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى لازم فلان ده يبقى تتلمذ على فلان، وفلان ده شاف فلان ونقل عنه هذا العلم ويتأكدوا كانوا من ده، وبيعملوا حاجة كمان البحث في أحوال الرجال، مين دول الرواة، السلسلة دي مين؟ يعني فلان ده التقى بفلان بشيخه كذا وأخذ عنه، ويتأكدوا وبيدون ده، مش كده وبس، ويبحثوا في أحوالهم يشوفوا كده الوضع، هل ارتكب محظور قبل كده، هل قام بجريمة قبل كده، يعني كأنه صحيفة أمنية بيبحث فيها عن هذا الذي يقول بأنه أو هذا الذي يروي الحديث، وكذلك عهدوا فيه كذبا أو غشا أو خداعا، يعني وضعوا ضوابط دقيقة جدا في كمان مسألة علم الرجال. وبعده أخذوا يشرحون الرجال بلفظة يعني أهل الاصطلاح، أخذوا يشرحون الرجال اللي هم رواة الحديث، يفندوهم كويس قوي، لأن دول هيبقوا دول حملة للحديث، ولازم اللي حامل الحديث يكون من أهل الصدق والأمانة والاعتدال والانضباط، فيجرحون بعضا ويعدلون بعضا، فاستدعى منهم إن هم يروحوا يلتمسوا الأحاديث ويجمعوها من كل مكان ويبصوا في أسندها، مهما كلفهم ذلك العمل من إن هم يروحوا ويسافروا رحلات طويلة وشاقة ويبحثوا عن العلماء وعن رواة الحديث ويجيبوا أصل الحديث من الذي روى الحديث من منبعه وهكذا، يعني عمل وجهد غير عادي. وبعد كده بدأت محاولات جمع وترتيب الحديث في أنواع من التأليف المبتكرة في منتصف القرن الثاني الهجري، وظهرت أسماء كبيرة مثلا على يد الربيع ابن صبيح وغيره، وابن جريج في مكة المكرمة، وسيدنا الإمام مالك اللي جمعوا في الموطأ، ده كان في المدينة المنورة، وظهر الأوزاعي في الإمام الأوزاعي في الشام، وظهر كمان سفيان الثوري في الكوفة، وحماد ابن سلمة في البصرة، ومعمر ابن راشد الصنعاني في اليمن، وكمان الليث ابن سعد ظهر في مصر بما تيسر لهؤلاء العلماء من أحاديث جمعوا وصنفوا وألفوا وبقوا يجمعوا الحديث النبوي الشريف. كل دي جهود ولسه ما ظهرتش، يعني هذه الجهود التي سبقت الكتب الستة. وصنف هؤلاء الحقيقة ما جمعوه من الأحاديث، ورتبوا الأحاديث دي وحطوها في أبواب بحسب الأبواب والمواضيع، رعوا فيها الترتيب الفقهي زي ما بنشوف كده في كتب الفقه ترتيب الموضوعات فيها، وضموا كمان إليها بعض أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. كان التجميع للمادة العلمية، كان هذا الزمان يغلب عليه التجميع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. ثم انتقل تدوين الحديث إلى طور آخر أكثر تطورا، فازدهر التدوين بازدهار أو ازدهار شديد أو بازدهار واضح جدا وجلي في عصر هارون الرشيد، لأنه ظهر أنواع من التأليف وطريقة كتب مبتكرة في التأليف، وتشعب وتنوع هذه أو تشعب وتنوع التأليف في مجال الحديث وعلومه. فظهر في مجال علوم الحديث الموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن والأجزاء والجوامع والمستدركات والمستخرجات، وبلغ الحقيقة التدوين في الحديث أو تصنيف الكتب في الحديث الشريف، بلغ التدوين عصره الذهبي كده بحلول القرن الثالث الهجري اللي ظهر فيه الكتب الستة، وانتشر في القرن الثالث الكثير من علماء وحفاظ الحديث اللي أسسوا لعلوم الحديث، زي مين؟
زي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اللي احنا كنا في صحبته في حلقات ماضية، وشفنا تكبد الإمام أحمد بن حنبل وإنه يسافر ويروح ويجي ويشتغل شيال عشان يوفر النفقة، عشان يلحق عبد الرزاق الصنعاني في اليمن المحدث الكبير، وإنه يسافر شرقا وغربا متى توفرت معه الطاقة المالية لذلك عشان يجمع أكبر قدر من الحديث النبوي الشريف، وأمضى عمره يألف في المسند. زي مين برضو؟ زي إسحاق بن راهوي وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. يعني كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، والجيل الجديد بياخد جهد من سبقه وبيطور فيه، لأنه طبعا أدوات كل عصر مختلفة عن العصر اللي كان بيسبقه، فبالتالي مع تطور الحياة والأدوات وأدوات الكتابة ومدى عناية الخلفاء بمسألة التأليف والتصنيف والكتابة، كل ده كان ليه أثر في إبداع المسلمين في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث الشريف. فبالتالي كل جيل كان متكئ على الجيل الذي سبقه مع الزيادة مع التطوير في هذا العلم العظيم. فرحم الله علماء المسلمين جميعا، وإن شاء الله كده نشرع على بركة الله بأن احنا نبدأ في اللقاءات المقبلة في الكلام عن كتب الحديث الستة المشتهرة من الصحاح والسنن، عشان نؤكد على تتابع الجهود المبذولة من علماء الأمة لحفظ السنة النبوية المطهرة، ونبدأ بالإمام الجليل الإمام البخاري صاحب الصحيح، ورحم الله تعالى جميع علماء الأمة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ناتي عمر. ناخد من معنا. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا فندم. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير، اللهم آمين. الله هذا العلم والعمل في ميزان حسناتكم حضراتكم وفريق العمل الذي نكن له كل احترام وتقدير، اللهم آمين. منبع العلم
اللهم امين، اللهم امين اجمعين. شكرا يا استاذ احمد. معلومتكم احمد عروق، ارض الجنينه غرب شبرا القيمه. اهلا بك يا استاذ احمد. حضرتك اعمل في شركه ملك خاص لشخص يوصف بانه غليظ القلب. حد الطباعه. يطرد من يشاء وقتما يشاء ويبقي على من يشاء وقتما ايضا يشاء. فكثيرا من الزملاء كثير التصادم معهم. ولكني كشخص ابقي على زي ما بيقولوا بالبلدي لقمه عيشي ورزق اولادي، اهادنه واستعمل معه الطرق الدبلوماسيه وقد اصفه بصفات طيبه لا يتمتع بها. نعم. فهل هذا يعني هل اتقاء شره يا استاذ احمد؟ اتقاء شره حضرتك. اتقاء شره. نعم. اتقاء شره. اتقاء شره. فهل هذا موقف هذا من شرع الله عز وجل وسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعتبر نفاق؟ حاضر يا فندم. لكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع. جزاكم الله خيرا على سؤالكم وعلى استقامة العبارة. ربنا. أستاذة أمة الله، السلام عليكم. أهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة نادي؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. دكتورة أنا كنت كلمت حضرتك من فترة كده، أنا اللي اتصلت عليك وقلت لك أنا جوزي مش بيخلف ومش بيصلي، وقلت لي الصبر يعني احتس جهاد في سبيل الله. نعم. دكتورة يعني ايه، هو سؤالين يعني. أول حاجة هو أتمنى، وكان عاوز يطلقني فكان بيعاملني وحش، وأنا سألت حضرتك وأنا صبرت وفاجئت إن هو كان عاوز يطلقني يعني، والطلاق حصل. جيت أطلب حاجتي، اداني كل حاجة قديمة، دخلت بقى من 12 سنة، طبعا احنا جدتنا وانا اشتغلت معاه وكده. فهل يا دكتورة أول حاجة إن أنا أخد كل حاجة قديمة دخلت بيها ده حقي؟ انتوا كاتبين قايمة أو حاجة؟ كنا كاتبين قايمة أه طبعا، بس اداني كل حاجة طبعا، الكلام ده من 12 سنة فالحاجة كلها كانت قديمة يعني. لكن اداكي القايمة؟ أه. اداها لك كلها وبقية حقوقك؟ اه ادهاني، بس انا بتكلم ان انا كنت اشتغلت معاه وما ادانيش يعني الفرش اللي جددناه ما ادهونيش. الفارق يعني. اول حاجه. ثاني حاجه يا دكتوره، انا ربنا عوض عليا. انت كنت يعني وانت بتساعديه عشان يجدد الفرش كان تبرع منك، ولا انت قلتي له ده على سبيل الدين؟ لا لا عادي، لقيته محتاج فاشتغلت معاه. يعني انت متبرعه بيه، ما قلتلوش انا هاخده منك على سبيل الدين؟ لا لا لا. ده أول حاجة. تاني حاجة يا دكتورة، أنا دلوقتي اتجوزت واحد مراته متوفية ومعاه ثلاث أولاد. لما جم يخطبوني فقالوا لي الوضع كذا، فأنا وافقت، فسألتهم قلت لهم الوالدة هتقعد معايا في قلب الشقة؟ قالوا لي لا. فدخلنا على كده، فاتفاجئت إن هي قاعدة معايا، قعدت معايا. فطبعا أنا ما كنتش مرتاحة قاعدة معايا في نفس البيت، طبعا هي قاعدة معايا عشان الأولاد. ما كنتش مرتاحة، فغصب عني يعني ايه ما كنتش مرتاحة، فهي وصل لها الإحساس ده. يعني في نفس الشقة يعني ولا في نفس الشقة؟ لا في نفس الشقة. دي حماتك عشان تربي ولاده. ايوه. انا طبعا ما كنتش مرتاحة. وصل لها ان انت مش مرتاحة. فبعدين كده راضيها بالتليفون، تقفل السكة في وشي، راضيها في بيتها برضك مش قابلة. فمش عارفة انا عليا ذنب ان انا مش مرتاحه. مش انتوا اتفقتوا؟ انا مش في الراحه وعدم الراحه دلوقتي. انا دلوقتي انتوا جيتوا اتفقتوا على اتفاق، مين اللي خالف الاتفاق؟ هم اللي خالفوا. انت المفترض انك انت هتقعدي في البيت لوحدك والولاد دول هيقعدوا مع ستهم تربيهم. لا ولا كانوا هيقعدين معاكي يعني؟ انا داخله وعارفه ان هم يقعدوا معايا. انت عارفه ان هم هيقعدوا معاكي يعني؟ انت عارفه ان انت اللي هتربيهم ولا ستهم اللي هتربيهم؟ لا انا. وبعدين ستهم جت قعدت معاكي. تمام. فالموضوع بقى كده بالنسبه لك انك غير الاتفاق. مش مرتاحه منها هي، لان يعني هي ست كبيره وعارفه كل حاجه، فما كنتش واخده حريتي في قلب الشقه. تمام. فاهماني حضرتك؟ فهي مش عايزه تكلمني ولا حاجه، قال انا غلطانه كده ولا. طب وزوجك ما نصحكيش بشيء معاها يعني؟ هو أدرى بأمه يعني مش عارف يعمل ايه. قال لي انا مش عارف، انا في دماغي ان هي مش هتقعد معانا في البيت يعني. قال لي ان انا ما كنتش عارف ان هي تقعد، انا قلت ان هي مش هتقعد. قلت ان هي مش هتقعد. يعني هو اتفاجئ انها قعدت؟ بس هي كانت بالفعل. طب هسألك، هي كانت بالفعل بتساعد معاكي في تربية الولاد يعني، واخدة بالها منهم وكده؟ يعني كانت بتساعد معاكي؟ طب ده انا يعني وجودها عمليا بالنسبة لك كان كويس؟ كان كويس، لكن نفسيا ما كنتش مرتاحة ان يكون موجود.
تمام. كزوجة أنا ما كنتش مرتاحة. طيب أنت أكلمها في التليفون مش راضية تقفل السكة في وشي. معلش، ما أنت بتسألي هل عليكي ذنب عشان الموضوع ده ولا لأ؟ ولا حاجة تانية؟ لا هو عشان كده أنا طيب أمي يوم قلبي مقبوض عشانها، يا ريت تفيديني يا دكتورة. قلبك مقبوض عشان؟ عشانها هي يعني، ان هي زعلانه مني. لا ان شاء الله ترضى، ان شاء الله ترضى يا امة الله. انت بقى ليكي كده سؤالين. شكرا. ست ام عبد الرحمن. ايوه ازي حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا ست ام عبد الرحمن؟ اللهم امين، اللهم امين اجمعين. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا جايبه الكسل ليا، فليه صدقه؟ انت شاريه الكفن الخاص بيكي؟ طب وانت ليه عايزه تعتبريه صدقه؟ لا ان انا مش عارفه ادفع عليه صدقه، يعني ادفع عليه. انت شاريه كفن وشايلاه؟ عايزه تطلعي عليه صدقه ليه؟ في سمعت ان هما بيقولوا لي لازم تطلعي عليه صدقه. حاضر. ألو. معاكي انا بسمعك، بسمع حضرتك. حاضر. في سؤال تاني؟ تدعي لي انا وبنتي، الله يبارك لك، تدعي لبنتي كتير، ربنا يهديها ويصلح حالها يا رب. اللهم يفك كربها يا رب. امين امين. اسال الله العظيم انه يهديها ويهدينها جميعا وفك كربها وكرب الجميع، ويرضيكي فيها ويجعلها قرة عين لك ويجعلي قرة عين له، ويفتح لها من ابواب التوفيق والنجاح والفلاح بسر اسمه الحي القيوم. اللهم امين يا رب العالمين. ست ام احمد، ست ام احمد، يا ست ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا دكتور عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. ربنا يجازيك كل خير يا رب ويجعلك في ميزان حسناتك. امين 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 اجمعين يا رب. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا ليا سؤالين كده في الصلاه. ايوه. انا دلوقتي ليا، انا بصلي سنه الظهر 6 ركعات، اربعه قبل واثنين بعد، فبصلي على طول الاربعه اللي قبل دول بتشهد واحد. فدلوقتي يعني بتصلي، معلش تاني، بتصلي ايه اللي بتشهد واحد؟ سنه الظهر اللي هم اربعه اللي قبل. السنه القبليه. القبليه دي. ايوه. بتصليها بتشهد واحد، فسمعت في ناس قالت لا لازم اثنين واثنين. يعني ما بتعمليش التشهد الاول، بتعملي التشهد الاخير. بتعملي يعني انت، لا انا بسال، انت بتعملي التشهد الاول ولا ما بتعمليهوش؟ التشهد اللي في النص. اللي في النص بتعمليه ولا لا؟ ما انت امال ايه انت بتقولي بتشهد واحد؟ في ناس بيقولوا اصلي ركعتين واسلم وركعتين واسلم. حاضر. فهمتك. حاضر. معانا في ست ام احمد في سؤال تاني اعتقد. في سؤال تاني؟ واحدة يا ست ام احمد. احنا عينا دلوقتي سنة، عينا صلاة الجمعة في الجامع ولا في البيت؟ على النساء؟ حاضر، شكرا. معانا استاذة حبيبة، بسرعة يا استاذة حبيبة. الو. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي يا استاذه حبيبه، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا قوي 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 بجد. ربنا يسعدك يا رب، احبك الله الذي احببتني فيه. انا عندي 15 سنه. ما شاء الله. وطبعا دخلنا مدرسه وكده، فانا بسال عن ساعات في الامتحانات، ساعات مثلا يكون حد واقف في سؤال او كده فانا بديهوله، فده غش يعني كده غلط ولا ايه؟ واقف في السؤال يعني انت تدي له السؤال كله ولا بتفتحي عليه يعني؟ يعني بديله غشيت سؤال كده او حاجه يعني. بتجاوبي السؤال كله ولا تقول تذكريه كده بحاجه؟ لا بديله سؤال كله. حاضر. انت قصدك تقولي ده غش ولا لا؟ حاضر. شكرا يا حبيبه. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم. الاستاذ احمد كان بيسال قبل الفاصل ان هو شغال في شركه، صاحب الشركه مؤذي، ممكن يرفد الناس وممكن يستبقي من يشاء، فالاستاذ احمد بيهادنه حفاظا على لقمه عيشه وعلى عمله، فاحيانا يصف بصفات
طيبة اتقاء لشر. يا أستاذ أحمد، المؤمن دايما كيس، يعني فطن عاقل يعني، ومطلوب منه اللياقة، واللياقة واللباقة من محاسن السلوك ومن الحكمة اللي المفترض المؤمن يراعيها في كل أقواله وأفعاله. وبرضو من الحكمة أني لما أجي أوصف هذا الرجل بشيء أو أتعامل معه بنوع من المداراة، أنا بدري يعني أفعل ذلك، ولما أقول حاجة لا أقول إلا حقا، وأستعمل عموميات الألفاظ، ربنا يبارك فيكم، ربنا يجزيكم الخير، ربنا يفتح لنا وليكم أبواب التوفيق، عموميات الألفاظ اللي تدي توحي بالمدح ولكن مضمنة بالدعاء اللي انت تنويه بقلبك، انه ربنا يفتح مسامعنا الى ذكره ويجازيكم خيرا، يبارك فيكم، يهدينا وإياكم الى ما يحب ويرضى، وبابتسامة لطيفة. فانا استعمل الألفاظ اللي فيها عموم، وفي نفس الوقت لما اقول لا اقول الا حقا قدر الطاقة يا أستاذ أحمد، حتى لا يتحول ذلك إلى نفاق، ونسأل الله السلامة. أمة الله، الزوج لما طلقها كان إداها حقوقها كلها من ضمنها القايمة، لكن الحاجة اللي كانت في القايمة دي هي ساعدته وجددوها وقت ما كان العقد الزواج قائم، فبتقول الفرق ده هو مد لم يعطيه لها. يعني حضرتك طبعا بتستحقي بعد الطلاق قائمة المنقولات، ودي حق انت كاتباه فبيبقى حق لك، القايمة المكتوبة وباقي الحقوق طبعا كلها بتاخديها. اللي تم تجديده بقى في البيت في مدة الزواج حضرتك، اللي أنا شايفاه إنك عملتيه محض تبرع، انت ما قلتلوش أنا هديك الفلوس دول سلف تجدد بيهم البيت على إنك ترجعهم لي، انت قمتي تبرعتي بهذا الامر، فوجد منك المشاركه دون اشتراط، ما اشترطتيش عليه حاجه، فساعتها انت تبرعتي وهو اتصرف، ما انت لم تعيريه، ما اديتيهولوش على شكل دين. والامور دي برضو عشان يبقى التحكيم فيها الى حد ما يعني اميل واقرب الى الحق، ان احنا برضو بيخضع لمساله الاعراف، العرف بيقول ايه عندكم، والتراضي، ما نختلفش بقى في الحل، نوصل لحل فيما بيننا. طيب أنا تضررت من بعض الأشياء، لا مانع للمتضرر أنه يلجأ للقانون لإثبات حق، لكن أنا وجهة نظري أن حضرتك اديتي له المبلغ من باب العطية، أنك أنت بتساعدي معاه، إنما ما اشترطيش، ما قلتلوش المبلغ التجديد الحاجة دي هيكلف 100 هيتجلف 200، فأنا حديهم لك 100 أو 200 دول سلف على إنك ترجعهم لي، ونسأل الله السلام. بالنسبة لي السؤال الثاني، اللي أنتوا اشترطتي في الزيجة الجديدة، تم اشتراط من قبلكم أو من قبل الزوجة إنها هي هيبقى أولاد الزوج معاها هتربيهم، وما قالهاش إن والدته هتيجي تقعد معاه، هي حضرتك اتضايقتي والوالدة شعرت بانك زعلانه اللي هي حماتك، فبتقفل السكه في وشك، ما ترضاش تكلمك ومش عايزه تعرفك والكلام ده كله. طبعا احنا هنذكر باللي معروف انه الاصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه، هو ده الشرع، الشرع بيبقى 1+1 بيساوي 2، ده القانون، احنا اتفقنا على كده. بتبقى بقى مساحه من مهمه جدا من الحكمه والصبر، الأمر في مثل هذه الأمور، لأن أنا ممكن تكونوا اتفقتوا على شيء والمفترض أن احنا نلتزم به، يجي هو يتحط الزوج في موقف أو أنت تتحطي في موقف، فالأمر بيحتاج مني ساعتها إلى صبر وحكمة ودعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. الإصلاح مطلوب في حدود القدرة والاستطاعة، أن أنا أقدر أعمل ده، أنت بترضيها وتنيكي حريصة على أنك تراضيها وتسأليها الدعاء وخد لها حاجة حلوة، وروحي هديها بشيء هي بتحبه، حسسيها بأنك يعني أنت راغبة في ودها قدر طاقتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة.
الست ام عبد الرحمن اشترت الكفن بتاعها، فبتقول هل عليه صدقه؟ انه سمعت انه عليه صدقه، لا صدقه خاصه عن الكفن، الصدقه مطلوبه على قدر الاستطاعه وثوابها عظيم عند الله تعالى مطلقه، وقت ما انا علي زكاه مفروضه اديها، ويتطوع الانسان قدر طاقته بما فوق ذلك مطلقا عموما، لكن انه في صدقه خاصه بالكفن لا يوجد هذا. الست ام احمد بتصلي سنه الظهر 4 ركعات على بعض، وقالوا لها لا صليها ركعتين ركعتين، اللي هي السنه القبليه، سنه الظهر القبليه، فهي بتقول الصلاه كده 4 ركعات على بعض سليمه. نعم يجوز صلاه السنه القبليه 4 ركعات متتاليات بتشهدين، اللي هو التشهد الاول للثاني، ويجوز ان انا اصلي ركعتين ركعتين، يعني انا اصليهم 4 على بعض او 2 2، فاللي انت بتعمليه مظبوط، وهي من السنن التي كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 4، السنه القبليه. حبيبه 15 سنه ساعات في الامتحانات بتقول حد بيقف في سؤال فبتعطيه الجواب كامل على السؤال، فهي خايفه يكون ان ده من يعني الغش. طبعا احنا ديننا علمنا انه لا يجوز الغش في اي شيء، ومن ضمن ده الامتحانات، ولا ان انا اغش لا في البيع ولا في التجاره ولا في تزييف الامور والحقائق، ممنوع الغش في كل شيء، من غشنا ليس منا فليس منا، لان ده من التدليس والخداع، والمؤمن دايما واضح بيؤدي ما عليه، وبيؤدي ما عليه في حدود استطاعته وطاقته، فلا يجوز ابدا انه حضرتك تدي للزملاء اجوبه كامله على الاسئله وهو بيغش المدرس اللي بيصحح بانه اخذ ما ليس من حق لانه لم يؤدي الذي عليه. فاذا عملنا كده نستغفر، وزمايلك دول يستغفروا، وما تعمليش كده تاني. بالنسبه كان في سؤال تاني انا نسيته، ست ام احمد بتتكلم عن هل في صلاه جمعه على النساء؟ لا، ليست الجمعه فرضا على النساء، ومن السنة صلاتها في بيتها، لكن إذا راحت تصلي صلاة الجمعة، لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإن شاءت المرأة أن تذهب إلى المسجد لتشهد صلاة الجمعة فما فيش مشكلة، وأجزأتها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفتح مسامع قلوبنا إلى ذكري، ونسأله تعالى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.